الرئيس السيسي يوجه تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي أمام فرنسا في أولمبياد طوكيو. مصر تؤكد أهمية تأمين الدعم المالي المستدام لكوفاكس من أجل تسريع معدلات التطعيم في الدول النامية. غدا أعمال العنف في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، ميقاتي يعلن عن تقدم بطيء في مشاورات تشكيل الحكومة. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020. وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس السيسي أن المنتخب الوطني لكرة اليد قدم النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة، مشيرا إلى أن مصر تفخر بالإنجاز الكبير للمنتخب الوطني لكرة اليد وبعزيمته الجبارة وأدائه البطولي. كما أكد الرئيس السيسي دعمه الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري، متوجها بالشكر لأعضاء المنتخب الوطني لكرة اليد. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا محمد يحيى الناقد الرياضي. أستاذ محمد أهلا بك، دائما ما يعلق الرئيس السيسي ويغرد ويهنئ في كل الأحداث الرياضية التي يشارك بها المصريون، برأيك ما أثر يعني هذا التعليق وهذه التهنئة على الروح المعنوية لفريقنا في منتخبنا في طوكيو؟ يمكن طبعا انا شايف ان الرئيس السيسي تهنئته دي حاجه كبيره جدا، حاجه بتاكد ان ابطال كره اليد في مصر ومنتخب مصر لكره اليد يعني يستحقوا فعلا التقدير. ويمكن الرئيس السيسي ما بيغردش او ما بيعلقش الا لو على حاجه بالفعل هي حاجه حاسس ان في الاداء فيها كان بالفعل يستحق. وطبعا نجاح منتخب كره اليد ان هو يوصل للمربع الذهبي دلوقتي وخساره مخسرته النهارده من الفريق الفرنسي، انا شايف ان كان يعني حقق انجازات كبيره جدا في الفتره اللي فاتت، والجيل دوت حقق نجاحات كبيره جدا في كره اليد ومشرفنا بالفعل في الاولمبياد لاول مره. اول مره بنحس ان في منافسه بجد على لعبه جماعيه، ان احنا ممكن نجيب ميداليه ونوصل بالفعل للمربع الذهبي. كنا النهارده لو كسبنا نصعد نلعب على المركز ميداليه ذهبيه ميداليه فضيه كان بصوره قريبه مننا، لولا ان طبعا خساره بنتيجه 27-23 امام فرنسا. لكن انا شايف ان المنتخب بتاعنا يمكن لعيبه رجاله جدا، لعيبه تحملت على نفسها طوال مشوار البطوله وقبل البطوله في الاستعدادات، ظروف كورونا اثرت بشكل كبير علينا وعلى النتائج. لكن في نفس الوقت المباراه بتاعت النهارده يمكن في بعض اللعيبه لعبت وهي مصابه وشكت وهي مصابه وتحملت على نفسها واستكملت المباراه وقدرت ان هي تحقق نجاحات كبيره جدا. لعيب زي علي زين يمكن تعرض لاصابه بشرخه ايده اليمنى من بدايه المباراه تقريبا، واصر على استكمال المباراه عشان نحقق الهدف ونحقق ونوصل للمباراه النهائيه. لكن طبعا يعني ما كانش يمنى النهارده او ما كانش توفيق النهارده. وان شاء الله يوم السبت نحتفل كلنا باداء منتخب اليد ونتائجه، وان احنا نفوز على منتخب اسبانيا في المباراه بتاعه تحديد المركز الثالث والرابع، وناخد ميداليه لاول مره هتبقى في تاريخنا حته ميداليه في لعبه جماعيه. ده بالنسبه لنا هيبقى انجاز كبير جدا جدا جدا، بخلاف طبعا ان الوصول لمباراه زي كده هو ده بحد ذاته شرف كبير ونجاح كبير لمنتخب كره اليد ومنظومته الاكثر من رائعه وكلها نجاحات وكلها يعني اجيال متعاقبه ورا بعضها. بالاضافه كمان ان هم يعني مش فكره ان هو جيل وخلاص وهينتهي، لا ده في اجيال وفي معدلات سنيه مختلفه في قلب كل جيل لوحده.
نعم، وتعليق السيد الرئيس أيضا بدعمه الكامل يعني هذه الرياضة وهذا الفريق، بالتأكيد سوف يكون له تأثير على هذه اللعبة مستقبلا في مصر، لأنه الفريق الحقيقة فريق قوي ورجالة يعني لعبوا بيلعبوا بقوة وبصلابة وبمنتهى المهارة. بالظبط بالظبط، ويمكن تعليق سيادة الرئيس النهارده ده هيدي دفعه قويه جدا للمباراه تحديد المركز الثالث والرابع، لان لاعبتنا لعيبه تستحق ان هم عاملين انجاز نفخر بيه كلنا، وكلنا فخورين بالشكل والاداء والاسلوب اللي بيلعب عليه منتخب كره اليد، ونتمنى ان دوت يبقى يعني السائد في جميع الاتحادات الرياضيه سواء في القاعده الفرديه او الجمعيه الاخرى اللي تبقى متشاركه في الاولمبياد عامه، لان ده ناس ماشيه بسفه، ناس ماشيه باداء رائع، ولذلك يستحقوا الاشاده من سياده الرئيس النهارده، ويستحقوا ان هو بيثني على ادائهم وعلى روحهم القتاليه وعلى اصرارهم على تحقيق الفوز رغم يمكن فروقات المنافسات اللي ما بين المنتخبات الاوروبيه بالذات زي الدنمارك وزي منتخب المانيا ومنتخب فرنسا، لكن قدرنا ان احنا بنعافر بشكل كبير جدا قدام المنتخبات دي، وقدرنا ان احنا يبقى لينا اسمنا ولينا كل المنتخبات خايفه مننا وخايفه تقدر تقول يعني تبقى تعمل حسابنا قبل المباراه وبعد المباراه، بيبقى احساس مختلف يعني لما بيخسروا من قصادنا او بيبقى في نتائج حتى مكسب لينا، ده لا ده ما كانش موجود قبل كده، ده ما كانش موجود قبل كده. لكن اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد يحيى الناقد الرياضي. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحدث افتتاح مدينة سايلو فودز المختصة في الصناعات الغذائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، متوجها بالشكر إلى القوات المسلحة على تنفيذ هذا الصرح الإنتاجي العملاق بما يستهدف تحقيق أهداف استقرار الأمن الغذائي. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي استعرض مدبولي نتائج الجولات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية. وأكد مدبولي أن هذا المشروع سيغير وجه الحياة في الريف، مشددا على أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المبادرة. كما أشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي عكسها تقرير مؤسسة مودز العالمية التي قامت بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B2، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري. وخلال اجتماع للحكومة قدمت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد عرضا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محليا وعالميا، وكذلك موقف متغيرات الفيروس وجهود التعامل معه، بالإضافة إلى جهود توفير اللقاحات. تناولت الوزيرة الخريطة المحدثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تقيم مستويات الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الخريطة صنفت مصر ضمن المستوى الثاني، والذي يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا متوسط بمصر. كما سلطت الوزيرة الضوء على الموقف الحالي للتعاقد وتوريد اللقاحات، وتطرقت إلى موقف توفير الأكسجين، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي يصل إلى 3.3 مليون لتر. وجه مدبولي بسرعة دراسة الوزارات والجهات المعنية لاستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بحد أقصى نهاية الشهر الجاري للبدء في تنفيذها. وخلال اجتماع مجلس الوزراء تم التأكيد أن مصر تتمتع بمناخها الملائم على مدار العام ما يسمح بسياحة اليخوت طوال العام، وذلك في إشارة إلى أن قيمة سياحة اليخوت في منطقة البحر المتوسط تبلغ نحو 300 مليار دولار سنوياً. كما شهد الاجتماع تأكيد أن سياحة اليخوت تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل مباشرة بمعدل 4.4 وظيفة مباشرة لكل يخت، بالإضافة إلى 100 وظيفة غير مباشرة. من ناحية أخرى، شهد مدبولي مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث. خلال مراسم التوقيع أوضح مدبولي أن بروتوكول التعاون يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي. ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة
طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وذلك من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها. كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأوقاف بشأن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب بمحافظة كفر الشيخ. يهدف البروتوكول إلى إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب كرياتيفا، وذلك بغرض تنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجي جامعاتها، فضلا عن إعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذا وقد شهد مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ برامج تخطيط الموارد المؤسسية بالمصانع والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي. يأتي هذا التوقيع في إطار المشروع القومي للتحديث والتطوير والتحول الرقمي الذي ترعاه القيادة السياسية، كما يأتي تماشيا مع حرص الحكومة على وضع هذا المشروع موضع التنفيذ من خلال تحقيق التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات. في سياق آخر، شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقيتي استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال إفريقيا. من جانبه، أكد وزير الإسكان عاصم الجزائر أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على المستويين الدولي والإقليمي خلال الفترة الماضية لإبراز دور القطاع التعاوني الإسكاني في مصر. شاركت مصر في الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاح ضد فيروس كورونا والذي عقد عبر الفيديو كونفرنس. ألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر خلال الاجتماع، أشار فيها إلى أن الفجوة في معدلات التطعيم بين الدول النامية والمتقدمة ما زالت تتسع. كما أكد وزير الخارجية كذلك على أهمية تأمين الدعم المالي الكافي والمستدام لمرفق كوفاكس لتسريع معدلات التطعيم في الدول النامية، بالإضافة إلى دعم القدرات التصنيعية المحلية للدول النامية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات. قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الفعاليات المميزة خلال شهر يوليو تنفيذا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى كل فئات المجتمع. وتم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة القاهرة بكل أجهزتها التنفيذية ومديرية الأمن للوقوف على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني لرفع معدلات الأداء والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، ونجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. استمرارا للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لحماية البيئة والتصدي لجرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها للتصدي لهذه الجرائم وضبط كافة المخالفات والتي تتعلق بنطاق اختصاصها، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الاتجاه، حيث نجحت في ضبط شركتين ومخزن بدون ترخيص بالقاهرة للأعلاف الحيوانية بداخلهم قرابة 14 طن وأكثر من 5000 عبوة أعلاف حيوانية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية، وضبط مصنعين وشركة بدون ترخيص للأسمدة والمخصبات الزراعية بالمنوفية بلغت المضبوطات فيهم أكثر من 172 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتمكنت الإدارة من ضبط مصنعين بدون ترخيص بالشرقية للأعلاف والمخصبات والأسمدة الزراعية بمضبوطات بلغت 187 طن ونصف أسمدة ومخصبات زراعية و42 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر ومغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما نجحت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط 7 مخازن غير مرخصة بالدقهلية لإعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة، بداخلهم 84 طن مواد خام من مخلفات ونفايات بلاستيكية خطرة عبارة عن عبوات مبيدات زراعية فارغة محظور إعادة تدويرها، و78 طن نفايات طبية خطرة من مخلفات المستشفيات، و59 طن مواد خام نفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية محظور إعادة تدويرها، و30 طن من مخلفات المشروبات الغازية المعدنية محظور إعادة تدويرها أيضاً. كما نجحت الإدارة في ضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص بالجيزة بداخلهما 92 طن نفايات إلكترونية خطرة بدون ترخيص وموافقات بيئية، وهي نفايات تضر بالصحة العامة للمواطنين. ونجحت الإدارة في ضبط 8 منشآت صناعية بدون ترخيص وغير مستوفاة للاشتراطات البيئية والصحية بالقليوبية وبني سويف، وتمكنت من ضبط مصنعين بدون ترخيص بالشرقية بمضبوطات بلغت أكثر من 11 طن مطهرات ومنظفات و20 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. كما نجحت في ضبط مصنع وشركة ومخزن غير مرخصة بالقاهرة بداخلها أكثر من 55 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مجهولة المصدر ومقلدة. وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط أكثر من 80 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية. وفي مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط 10 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وتم ضبط 45 قضية تلويث نهر النيل والمجاري المائية ببني سويف. أكد مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تكليف رئيس للحكومة، لكن الخطى حثيثة في هذا الاتجاه. هذا ولا تزال الخلافات والانقسامات داخل حركة النهضة الإخوانية في تونس مهيمنة على المشهد. وفي خطوة تكشف حجم الانقسام داخل الحركة حول تعاطيها مع الوضع السياسي الجديد، أعلنت قيادات انسحابها من مجلس الشورى وعدم اعترافها بقراراته احتجاجا على مخرجات الاجتماع. هذا وأكد عدد من قيادات الحركة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الانسحاب من الدورة الاستثنائية لمجلس شورى الحركة، مؤكدين عدم تحملهم مسؤولية أي قرار يصدر منها نتيجة سياسة ما وصفوها بالهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد. ما زلنا في الشأن التونسي، حيث بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية رمطان العمامرة مع نظيره التونسي عثمان الجراندي آليات توحيد الجهود المشتركة من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار. واستعرض العمامرة خلال اتصال هاتفي مع الجراندي التطورات الأخيرة في المنطقة، بالإضافة لبحث القضايا والأمور ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن ذلك يأتي تكريسا للتنسيق والتشاور المستمر والمتبادل بين الجزائر وتونس. أكد
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصديه لفلول تنظيم داعش الإرهابي ومنعها من تهديد الأمن والسلام في المنطقة. وخلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا للمملكة المتحدة في بغداد، بحث الكاظمي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة ومواجهة تأثيرات التغيير المناخي. من جانبه أكد السفير البريطاني دعم بلاده جهود العراق في مسار الأمن الإقليمي والتهدئة واطلاعه بدور داعم ومرسخ للسلام والتنمية المستدامة بين بلدان الشرق الأوسط. في العراق أيضا أكدت المفوضيات العليا للانتخابات أن 10 أكتوبر المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات البرلمانية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي إن المفوضية لم تتسلم أي طلب من الكيانات والأحزاب المسجلة بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن المرشحين المصادق عليهم والبالغ عددهم 3249 مرشحا لم يقدموا أي طلب محرر بالانسحاب الرسمي. بعد نجاح مؤتمر دعم لبنان في تأمين مساعدات بقيمة 370 مليون دولار، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إنه أبلغ الرئيس اللبناني ميشيل عون بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة. وأوضح ميقاتي أن هناك إصرارا على إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على الرغم من التقدم البطيء في المشاورات السياسية. سعيا للخروج من أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، تتواصل الجهود المشتركة بين الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بغية إنجاز استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة وإخراج لبنان من حالة عدم اليقين السياسي. في هذا الصدد كشف ميقاتي عن تقدم بطيء في مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه أبلغ الرئيس ميشيل عون أنه سيكون من الخطأ عدم الإسراع في تشكيل الحكومة. اليوم بدأت مع فخامة رئيس اجتماعي وقلت له أنه ضرورة تشكيل الحكومة، ونحن منكون حقيقة عم نرتكب إثم كتير كبير إذا ما سرعنا بتشكيل الحكومة. نحن متابعين اليوم، تقدمنا ومثل ما قلت لو كان التقدم بطيء ولكن مثابرين ومصرين على تشكيل الحكومة، لأنه بإذن الله فيها خير للبنان ولهالوطن. المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني أعلن توفير وعود بمساعدات للبنان بلغت قيمتها 370 مليون دولار، بما يتخطى الاحتياجات التي قدرتها المنظمة الدولية ب 357 مليون دولار، ليتوفر بذلك الدعم المالي الذي كان يحتاجه لبنان ليتبقى الشق الأكثر أهمية، وهو تشكيل حكومة تنتشل لبنان وشعبه من دوامة الأزمات. تبعات مؤسفة ومعاناة كبيرة يتكبدها الشعب اللبناني يوما بعد يوم جراء أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، والذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا ما بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير منطقة وسط العاصمة بيروت، وهو الحدث الذي دفع اللبنانيين للخروج والتظاهر أمام المؤسسات الحكومية مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الحادث. عام كامل مر على كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس من عام 2020، لكنه لم يحمل جديدا على صعيد أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية المشتعلة منذ استقالة حكومة حسان دياب على إثر انفجار المرفأ. فجاء مصطفى أديب وسعد الحريري لإنجاز التشكيل دون أن يكلل الأمر بالنجاح، فهل يكتب هذه المرة على أيدي ميقاتي؟ أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولات قوات الحوثي استهداف المناطق المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمرتها. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لقوات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
أكد الرئيس البرلمان العربي عادل عسومي عمق العلاقات بين الدول العربية وباكستان، مثمنا المواقف المشرفة لإسلام أباد تجاه القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لحل الأزمة اليمنية. جاء ذلك خلال لقاء العسومي مع وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، وذلك استكمالا للمباحثات التي يجريها في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى إسلام أباد. وثمن رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء الزيارات المتعددة التي قام بها مؤخرا وزير خارجية باكستان إلى عدد من الدول العربية، والتي تعكس حرص باكستان على تطوير علاقاتها مع العالم العربي. السادسة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. منظمة الصحة العالمية تقول إن الوفيات المرتبطة بكورونا في إفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية. قالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي. وقالت المنظمة في بيان إنه تم تسجيل أكثر من 6400 وفاة بزيادة بنسبة 2% مقارنة مع الأسبوع السابق، وشكلت الوفيات في جنوب إفريقيا أكثر من 55%. وأشارت منظمة الصحة إلى أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة. قال الرئيس الصيني تشي جين بينغ إن بكين ستسعى جاهدة لتقديم 2 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا للدول الأخرى في عام 2021. وفي بيان للرئاسة الصينية أكد تشي أن الصين ستتبرع بمبلغ 100 مليون دولار للبرنامج الخاص كوفاكس الدولي لتوزيع اللقاحات. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جان قد قال إن أواخر يوليو في الصين ستكون قدمت أكثر من 700 مليون جرعة لقاح لدول أخرى. أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز إغلاقا عاما لمدة 7 أيام في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا. وذكرت مصادر إعلامية بريطانية أن هذا يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الإصابات بكورونا في مختلف أرجاء أستراليا، وتدخل مدينة سيدني الأسبوع السابع من الإغلاق والذي يستمر 9 أسابيع. وقد سجلت اليوم أعلى معدل وفيات منذ بداية الجائحة، بلغ 5 وفيات. كما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز اليوم 262 حالة إصابة جديدة، أغلبها في مدينة سيدني. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تعمل على طرح جرعة ثالثة منشطة من لقاحات فيروس كورونا لكبار السن والأكثر عرضة للخطر اعتبارا من سبتمبر المقبل. وقال ماكرون في حسابه على الإنستغرام إن الجرعة الثالثة ستكون ضرورية ليس للجميع ولكن للأكثر عرضة والأكبر سنا. وتمضي فرنسا وألمانيا قدما في إعطاء جرعات منشطة من اللقاحات المضادة لكورونا اعتبارا من سبتمبر المقبل، في تجاهل لتوصية منظمة الصحة العالمية بالكف عن ذلك حتى يحصل المزيد من سكان العالم على التطعيمات الأساسية. دعت منظمة الصحة العالمية لتوجيه غالبية اللقاحات التي تم تجميدها للدول الفقيرة والتي لم يتم تطعيم معظم سكانها. المزيد من التفاصيل حول لقاح كورونا في سياق التقرير التالي. في إطار جهودها لوصول لقاحات كورونا إلى جميع دول العالم، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تجميد الجرعات المعززة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، لوضع هذه الجرعات في تصرف البلدان التي لم تحصن سوى قسم ضئيل من سكانها. منظمة الصحة وعلى لسان مديرها تدروس أدهانوم طالبت بضرورة توجيه غالبية اللقاحات للدول الفقيرة بعد أن أطلق في مايو الماضي تحدياً يتمثل في تطعيم 10% من سكان جميع دول العالم بحلول سبتمبر القادم. In late May,
في أواخر مايو دعوت إلى دعم عالمي لكورونا حتى سبتمبر لتمكين الدول من تطعيم 10% على الأقل من سكانها بحلول نهاية سبتمبر. نحتاج إلى قلب الوضع بسرعة والانتقال من توجيه غالبية اللقاحات إلى الدول الغنية إلى توجيه غالبيتها إلى الدول الفقيرة. ويندد رئيس المنظمة الأممية منذ شهور بانعدام المساواة على صعيد توزيع اللقاحات، داعياً كبرى شركات الأدوية إلى دعم آلية كوفاكس التي أنشئت لمكافحة انعدام المساواة على مستوى توفير اللقاحات ومساعدة 92 دولة فقيرة لتحصين سكانها. ووفق أحد الإحصاءات فإنه من بين 4 مليارات جرعة تم حقنها حول العالم، ذهبت 80% منها إلى البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل، في حين يعيش فيها أقل من 50% من سكان العالم. حذرت السلطات في اليونان من أن موجة الحر الحالية قد تؤدي إلى إشعال حرائق الغابات المدمرة والتي اجتاحت شمال أثينا، على الرغم من تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران. وأدت الحرائق إلى وقوع وفيات وإصابات بعد تعرض عشرات المنازل لأضرار جسيمة. يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه اليونان منذ أسبوع لأسوأ موجة حر منذ 3 عقود، مع حرارة تخطت في بعض المناطق 43 درجة. هذا وتسارع السلطات في اليونان وروسيا ودول أخرى في حماية المدنيين والممتلكات من المزيد من الأضرار بسبب انتشار حرائق الغابات بها. وترتبط هذه الحرائق بالتغير المناخي الذي يتسبب بدرجات حرارة مرتفعة وموجات جفاف في العالم. أعمدة النار والدخان ما زالت تتصاعد بفعل حرائق الغابات المشتعلة في بعض دول شمال البحر المتوسط وكذلك في روسيا، وسط جهود حثيثة للسيطرة على الموقف. في اليونان تكافح فرق الإطفاء لاحتواء حرائق جديدة وسط موجة حرارة قياسية، بما في ذلك حريق بالقرب من مسقط رأس الألعاب الأولمبية القديمة أولمبيا، حيث بلغت درجات الحرارة في أجزاء من البلاد 45 درجة مئوية، بينما وصفته السلطات بأنه أسوأ موجة حرارة منذ عام 1987. أما في روسيا فوفقا لوحدة مراقبة الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي، فقد أنتجت حرائق الغابات كمية قياسية من انبعاثات الكربون في سيبيريا مع استمرار مواسم الحرائق لأسابيع أخر، وأرسلت السلطات معدات إضافية للمناطق المشتعلة لإخماد الحرائق ومنع ألسنة اللهب من الامتداد لمناطق أخرى. ومنذ منتصف يوليو الماضي تنتشر الحرائق في عدة مناطق من العالم، وهي على ارتباط بالتغير المناخي الذي يتسبب بدرجات حرارة مرتفعة وموجات جفاف غير مسبوقة. في الوادي الجديد شهدت قرية النهضة بمدينة الفرافرة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للقوافل الطبية حياة كريمة، والتي تستمر أعمالها حتى غدا الجمعة. وأوضح القائمون على أعمال القافلة الطبية بالفرافرة بأن القوافل الطبية ستستمر طوال الأسبوع القادم لخدمة قرى الخير والنماء وعثمان بن عفان وأبو منقار. وأقيمت قافلة طبية بوحدة طب الأسرة بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 148 حالة بمختلف التخصصات الطبية. وخلال القافلة تم إجراء 29 فحصا معمليا و16 فحص سونار، كما تم إجراء 13 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.
وفي دمياط، وضمن المبادرة الرئاسية، نظمت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية أبو راشد التابعة لمركز كفر سعادة. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. احنا بندورنا في القافلة بنعمل على تسهيل الخدمة، تسهيل تقديم الخدمة للمواطن وتنظيمهم بحيث نقدم الخدمة في اقل وقت واقل مجهود للمواطن. احنا في قرية ابو راشد من الاماكن اللي هي فعلا محتاجة لتقديم الخدمة الطبية والخدمة خدمة التثقيف الصحي المتمثلة في توعية الصحة للمواطنين لرفع الوعي الصحي عندهم. المنطقة هنا موجود فيها ناس بدو ورحل في اماكن كثيرة، والناس دول طبعا احنا بنستهدف ان احنا نوصل لهم رسالة وقائية عن أهمية التطعيم لأطفالهم لحمايتهم من الإصابة بالأمراض. المريض بيجي لي من عند الدكتور محول إليا، بقيس له الضغط والسكر، بسجل النتيجة على تذكرة المريض وبسجلها عندي في الدفتر. النتيجة المرتفعة بسجلها بلون مختلف، وبنراعي في شغلنا اللي هو الإجراءات الاحترازية. نقدر نعرف منهم مشكلاتهم أو اقتراحاتهم نقدر نقدمها لهم من خلال الخدمة الطبية، والمشكلة دي بنقدمها لمنسق القافلة، وبنقدر نعرف منهم عن أي اقتراحات أو ملاحظات ممكن نقدر نقدمها لهم في توفير خدمة أفضل في القافلة. القافلة بتشمل عيادات تخصصية، عندنا أكثر من 10 عيادات تخصصية بأطباء على أعلى مستوى، عندنا المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل، عندنا الأشعة العادية، عندنا السونار. وفي الإسكندرية تم إطلاق قافلة طبية متكاملة بمدرسة الشهيد عوض مبارك لخدمة أهالي قرية بهيج والقرى المجاورة بمركز مدينة برج العرب. القافلة نظمتها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن المحافظة بذلت جهدا كبيرا في التنسيق مع جميع الجهات لإطلاق هذه القافلة التي يشارك فيها الأطباء والمتخصصون والاستشاريون من كل التخصصات. زي ما انتم شفتوا القرى، يعني في مرضى كتير ما بيقدروش يوصلوا لغايه المدينه عشان يتعالجوا، بيلاقوا صعوبات، فاحنا بننتقل ليهم لغايه بيوتهم. خليني اقول لك ان مع الكشوف الطبيه اللي بتتم بيبقى في العلاجات كلها والادويه كلها جايبينها وجاهزه معاهم، بالاضافه ان لو في بعض الحالات بتحتاج عمليات بيخطرونا بيها وبنحولها. يمكن طبعا في الاساس كان مركز برج العرب بالكامل غير مخدوم بالصرف الصحي، ويمكن دي اهم المشروعات الموجوده عندنا في مركز برج العرب، اللي احنا هيتم انشاء محطه معالجه راسيه ومحطات رفع ومد شبكه الصرف الصحي لمعظم البيوت. طبعا هيتم برضو رفع كفاءة شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات والمية، وكل ده طبعا من شأنه اللي هو يرفع أو يحسن من مستوى معيشة أهلينا هنا. الحمد لله التعاون ده بيخلينا نقدر نكشف على أهلينا في جميع التخصصات اللي موجودة. طبعا بتشرف كمان احنا معنا النهاردة جامعة اسكندرية بجميع التخصصات الطبية، بنكشف على أهلينا وبنبدأ كمان بعديها نقدم لهم الخدمة، سواء محتاج عملية اللي محتاج أي حاجة تبع التأمين الصحي. بنشكر والله هذه المبادرة الجميلة من فخامة رئيس الجمهورية على هذه المبادرة في قرية بهيج، وسيادة المحافظ واللي شرفنا النهاردة، وكان النهاردة يوم عيد عندنا في قرية بهيج. نعى مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بمزيد من الحزن والأسى المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق نقيب المهندسين الأسبق والذي وفته المنية اليوم. أكد مجلس الوزراء أن مصر فقدت واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية في مصر، والذي كان يعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسؤولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب شيخ المهندسين المصريين. رحم الله الفقيد. We'll be right back.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديدية. وقد قام إعلامي مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل والتي أكدت أن أسعار التذاكر لكافة خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري سواء المكيفة أو العادية ثابتة كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو زيادات. في إطار المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات، تواصل عيادة سيدي جلال للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط استقبال وفحص حالات الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات. من جانبها قالت مدير العيادة إنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من أساتذة جامعة أسيوط لاستقبال وفحص الحالات، حيث تردد على العيادة التي تخدم عددا من محافظات الصعيد حتى الآن أكثر من 90 حالة معدل 15 حالة يوميا يتم فحصهم طبيا. بناخد الأطفال من جميع الأعمار، ولكن الأطفال اللي هي هتستفيد بالعلاج الجيني إن شاء الله هتبقى الطفل أطفال أقل من سنتين، مع بعض طبعا القرارات والحاجات الصحية الأمور الصحية الخاصة بيهم طبقا لبروتوكول اللجنة المعمولة في الهيئة العليا للتأمين الصحي. بيكون التسجيل موجود معنا على طول، وحوالي 15 حالة يوميا. مبادرة بتشمل كل مرضى ضمور العضلات اللي أقل من 18 سنة واللي أكتر من 18 سنة. احنا العيادة هنا بنعمل فحص إكلينيكي وبنطلب الفحوصات اللازمة سواء كانت معملية أو عن طريق رسم العضلات وسرعة توصيل الأعصاب، وفي بعض الحالات بنطلب الحاجات اللي هي الجينية لتشخيص المرض. أنا اسمي عبد التواب محمد حسن مهران، وابن خالد عبد التواب محمد حسن مهران. عنده بعد ما تولد بشهرين عنده حالة تعصب جامد، بيمسك بشعره وشد جامد، فروحنا كشفنا له عند دكتور أخصائي مخ وأعصاب، قال عنده ضمور مخ وأعصاب، فكشفنا له ومشينا ورا العلاج الطبيعي والعلاج اللي هو بناخده من الدولة المجاني. ودلوقتي سمعت بالمبادرة بتاعت سيادة الرئيس، جيت قدمت فيها اليوم وإن شاء الله خير ورب وجزا الله كل خير. اتساقا مع توجه الدولة للتحول الرقمي لكل مؤسساتها، أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد قيام الوزارة بتطوير البنية المعلوماتية. أضافت الوزيرة أنه تم التنسيق مع إحدى الشركات الرائدة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية والمجالات البيئية لوضع رؤية نحو استكمال التحول بالنظام الرقمي لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات البيئية بالوزارة، وذلك بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات دعم اتخاذ القرار. استقبل ميناء سفاجة البحرية رحلة بحرية سياحية قادمة من ميناء العقبة الأردني في أول رحلة بحرية سياحية بعد تدشين أول خط ملاحي سياحي لسفن الكروز بين موانئ جدة والعقبة وسفاجة، حيث يربط الخط الملاحي السياحي السعودية ومصر والأردن. النهاردة احنا في ميناء سفاجة البحري بصدد استقبال مركب من اكبر المراكب السياحية بتشيل 3000 راكب، الطقم بتاعها 1800 مركب. البحر الاحمر عموما وست اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بيولي جميع الانشطة وجميع الادارات وبيوفر ليها الدعم الكافي. المركب ديت مستهدف منها سياحة اليوم الواحد داخل محافظة البحر الأحمر، سواء كان زيارة المنتجعات أو زيارة الأنشطة عموما الشاطئية أو الثقافية أو الحضرية في عموم البحر الأحمر، وإن شاء الله تكون رحلة ناجحة وبتحقق الهدف منها. تشهد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر انتعاشا كبيرا في سياحة الخيول إلى جانب الرحلات البحرية وسياحة السفاري، انتعاش جعل من سياحة الخيول على رأس برامج شركات ومكاتب السياحة. لا تقتصر السياحة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على سياحة الرحلات البحرية أو سياحة السفاري، حيث تصدرت سياحة الخيول المشهد وجاءت على رأس البرنامج السياحي لشركات ومكاتب السياحة نظراً للإقبال الكبير عليها من المصريين والأجانب.
الرواج الكبير الذي لاقته سياحة الخيول يرجع إلى سعي السياح للتنويع في سبل المغامرة والمتعة في صحار الغردقة عبر برامج لركوب الخيل يشمل جولتين، إحداهما داخل المياه على شواطئ الغردقة والأخرى بالصحار الشاسعة، والعودة وقت غروب الشمس والتقاط الصور التذكارية مع الغروب. أول حاجة بيجي يسأل عليها الجست في البرنامج السياحي هو سياحة الخيول، يعني الصحراء البيتش، فبيبدأ يسأل اللي هو الخيل هيطلع مع خيل ولا يطلع لوحده. مبدئيا أول ما السائح بيجي بيشوف في البرنامج في خيول ولا لا. احنا يعني متعاقدين مع أكتر من شركة سياحية هي اللي بتروج برا مصر، معنا ألمان كتير ليهم خيول هنا، يعني الألمان أصلا بيسيبوا خيولهم هنا وبيرجعوا لهم كل هوليدي. مواصفات معينة تتمتع بها الخيول مع خضوعها لشروط السلامة، فضلا عن التدريب الجيد لها على السير على الشاطئ أو الانطلاق في الصحاري أو حتى السباحة والتحرك داخل مياه البحر، بما يسهم في تحسين المستوى المزاجي والصحي لمحبي هذا النوع من السياحة. أهلا بكم من جديد. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان مصطفى متولي الذي ترك بصمة كبيرة في قلوب المشاهدين بأعماله الرائعة والتي زادت على 100 عمل فني. اشتهر مصطفى متولي ببساطة الأداء، الأمر الذي منحه قبولا واسعا ومكنه من اقتحام البيوت المصرية والعربية عبر شاشات التلفزيون والسينما، وكذلك من خلال العديد من الأدوار المسرحية. ولمشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال، التفاصيل مع الزميلة آية الكافوري. إليك آية. شكرا إلهام، شكرا إيمان، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول ينفذ برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث منظومة التكرير والبتروكيماويات من خلال تنفيذ 5 مشروعات كبرى باستثمارات تبلغ 14 مليار دولار، وبهدف استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية لاستعراض موقف تقدم الأعمال لمشروعات التكرير والبتروكيماويات الجاري تنفيذها، ومن أبرز هم مشروع توسعات مصفى ميدور بالإسكندرية ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وما زلنا في قطاع البترول، حيث بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس إحدى الشركات العالمية الكبرى لاستكشاف والإنتاج في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية كلينف خطط عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة. واستعرض الجانبان خلال اللقاء تقدم أنشطة وعمليات الاستكشاف للشركة في البحث عن الغاز والبترول في 4 مناطق تعمل فيها كمشغل رئيسي في البحرين المتوسط والأحمر بحجم استثمارات حدها الأدنى 360 مليون دولار، وتشمل مناطق شمال سيدي براني وشمال الضبعة بغرب المتوسط ونرجس البحرية بشرق المتوسط والقطاع رقم 1 في البحر الأحمر.
وإلى البورصة المصرية، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للسوق المال المصري بختام التعاملات في آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3,300,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 706,400,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فصعد مؤشر إيجي إكس 30 اليوم بنسبة 0.4% وأغلق الجلسة عند 10,723 نقطة. أيضا قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.43% وأغلق عند 2,824 نقطة. امتدت الارتفاعات أيضا لإيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.79% وأغلق عند 3,840 نقاط. من البورصة إلى أسواق العملات مشاهدينا، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل إلى 15.63 جنيها، سعر البيع 15.77 جنيها، عن اليورو سعر الشراء 18.54 جنيها، سعر البيع 18.69 جنيها. نصل معكم للجنيه الاسترليني، سعر الشراء 21.77 جنيها، سعر البيع 21.95 جنيها. نبدأ معكم بالدرهم الإماراتي، بالنسبة للعملات العربية وصل سعر الشراء اليوم إلى 4.26 جنيها، سعر البيع 4.29 جنيها، وأخيرا الريال السعودي 4.17 جنيها سعر الشراء، وسعر البيع 4.20 جنيها. في ألمانيا، ارتفعت طلبيات السلع في يونيو الماضي مدفوعة بحجوزات للمنتجات الصناعية الكبيرة لعملاء محليين، فضلا عن الطلبيات الخارجية. وكشف مكتب الإحصاءات الاتحادي عن أن طلبيات السلع قفزت بنسبة 4.1% على أساس شهري. إلى هنا مشاهدينا انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى إلهام لمر وإمام منصور، شكرا لكم. شكرا لك آية. والآن وصلنا مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا، لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يواجه تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي أمام فرنسا في أولمبياد طوكيو. مصر تؤكد أهمية تأمين الدعم المالي المستدام لكوفاكس من أجل تسريع معدلات التطعيم في الدول النامية. غدا أعمال العنف في ذكرى انفجار مرفأ بيروت ميقاتي يعلن عن تقدم بطيء في مشاورات تشكيل الحكومة. تتم نشرة السادسة، أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.